أفضل طريقة لرسم الموسيقى هي رسم الأوركسترا، هكذا بدأ الرسام التشكيلي عمر النجار حديثه، والذي من خلال معرضه قدم لنا سلسلة من اللوحات الزيتية، إذ تصور كل قطعة من هذه المجموعة الجديدة عازفي الأوركسترا في لحظة الإبداع. اخترت في هذا المعرض نرسم موسيقيين الأوركسترا بالتحديد. هو الموضوع مش أول مرة بطرحه، بس أول مرة بطرحه في معرض بثيم المعرض، يعني الموضوع الوحيد المطروح في المعرض. ليش اخترت هذا الموضوع؟ لأنه من أجمل الأعمال اللي بقوموا فيها البشر، الإبداعات البشرية، الأوركسترا، الموسيقى والأوركسترا على وجه الخصوص. فعشان هيك اخترت أرسم هذا الموضوع، وبشوفه جميل جداً. يعرف عمر النجار بأسلوبه المبتكر الذي يصفه هو بأنه فوضى منظمة. تبدو لوحاته وكأنها مقاربة معاصرة للا انطباعية، ففيها ترتقي الموضوعات الاعتيادية إلى مرتبة سامية، مما يمنحه رؤية عميقة لكن غير مبالغ فيها للتجربة الإنسانية. الفن هو اللي بيعملنا تشوف أكتر فن، هو اللي بيعطينا خبرة أكتر في الحياة وفي الدنيا، وبيخلينا نتواصل مع بعضنا أكتر، لأنه لغة الفن ولغة الثقافة عالمية ما في إلها أي حدود، مثل الموسيقى تماماً. معرض عمر النجار اليوم بتهيأ لي أكبر مثال على هذا الشيء، لأنه لوحاته كلياتها أوركستراز، لكن كل لوحة بتفرجينا مجتمع صغير لما يتناغم مع بعض ويشتغل مع بعض بيطلع عمل عظيم. فن أبورتي هو جاليري فني معاصر يمثل مجموعة متنوعة من الفنانين العالميين والإقليميين الناشئين. يهدف الجاليري إلى رعاية المشهد الفني المعاصر المزدهر. ولدى فن أبورتي مواقع في كل من دبي، الإمارات العربية المتحدة، وعمان، الأردن.